تقع جزيرة القرود شمال الجزيرة الكبيرة، وسميت بهذا الاسم لأن عددا كبيرا من القرود يعيش فيها. وهذا المنحدر هو الملعب المفضل للقرود عند الجبل، إنها تلعب بحرية مستمتعة بشمس الربيع الدافئة. إنها تبدو سعيدة، هيا لنقترب منها. لا، لا يجوز أن نفاجئها وهي تلعب، سوف تهرب، ألا تعرف ذلك؟ ليتني أستطيع أن أذهب وألعب معها. تريد الحقيقة؟ أتمنى ذلك. أنت أيضا؟ لابد أن ذلك سيكون ممتعا، كم أتمنى أن يكون لي صديق منهم. هذا صحيح. صغير سيفتقد أمه كثيرا. حسنا، لنأخذه أنا وأنت إلى بيتنا ونعتني به، سوف أكون له أما. أمي، من أين أتيتم بهذا القرد الصغير؟ لقد ألقته أمه بعدما خطفها نسر وأخذها. حقا؟ لقد قررنا تربيته هنا. أتظنون أن تربية قرد صغير كهذا ستكون سهلة؟ ما رأيك بحليب الماعز؟ أمي، أين زجاجة الحليب التي كانت عندنا؟ أين وضعتها؟ لقد مضى على ذلك زمن، لقد وضعتها في الخزانة. أوه، لنبحث عنها. سيكون هذا ضربا من العبث. ما الأمر يا بني؟ لماذا تحلب العنزة؟ إنها لتارو. تارو؟ نعم، هذا هو اسم القرد الصغير. تارو، اشرب. هيا، إنه يشرب وهو سعيد، يبدو جائعا. يبدو كالطفل الصغير. هل ترى يا سانتا؟ أعتقد أنه يحبك. نعم، وأنا أحبه كذلك، سأعتني به. تارو، إنهما يعتنيان بذلك القرد الصغير بكل إصرار. إنها البداية فقط، إنهما يلعبان. أعتقد ذلك أيضا. إلى الفراش، سيبلله ثانية. سألفه جيدا يا أمي. تلفينه؟ إنه ما زال رضيعا يا أمي.
أينك عنيد؟ ما الذي تفكر به؟ عنيد؟ وبعد 3 أشهر كبر تارو وأصبح قردا صغيرا مرحا، ولكن لسوء حظه أزعج بقية العائلة. اثبت مكانك وإلا فلن أستطيع إكمال الرسم. أوه، اهدأ الآن. أيها الشقي، خذ تارو. أرجوك اهدأ سانتا، أنت المسؤول. الحق عليه أولا، لقد أخذ الحلوى مني. هي، سوف أعاقبك إذا أعدت ذلك. الشقي، لقد حطم كل شيء. لي أيضا، لقد أعطي لي كهدية، سوف أعاقبك، سأطلق عليك النار. أبي لا تطلق. لا تطلق يا عزيزي، كن صبورا أرجوك لأجل الأطفال. تبا له، كل ما يستطيع عمله هو تخريب البيت. حسنا، إذا سأبيعه إلى تاجر القرود، سترين، سأخذه غدا صباحا. وفي صباح اليوم التالي أخذت هناء وشقيقها القرد الصغير بعيدا عن البيت دون إخبار والديهما. أن أعيد تارو إلى الجبال. إن والدنا عنيد، لن يسمح لنا بالاحتفاظ به. لا، تارو مسكين. تارو، عد إلى رفاقك، هذا أفضل. يا أخي، لنعد للبيت. إني غير راض عن إعادته إلى الجبال، إنهم يدفعون جيدا لقاء قرد صغير. أفضل للقرد أن يعيش بين القرود. إذن سيعود الهدوء إلى البيت. Thank you.
ترى؟ هل يحصل تارو على الطعام هناك؟ ليس له أم، عليه أن يبحث عن طعامه بنفسه. ترى هل هو جائع؟ هي، هل سنزور تارو كل يوم؟ نعم، دعينا نأخذ له طعاما كل يوم. لا تخبر أبي وأمي بذلك. طبعا سيغضب أبي. هل تهاجم القرود الأخرى تارو؟ أرجو أن يعرفنا تارو. انظري، هذا تارو آت. تارو! تارو، هذا طعام لك. أنت جائع، أليس كذلك؟ أغبياء، ماذا ستفعلون لو رجع النسر الكبير؟ النسور لا تهاجم الحيوانات فقط، بل الأطفال أيضا. أبوكما غاضب لأنه قلق عليكما. وأكثر من هذا، فالكلاب دائما هنا. أتعدون بعدم العودة؟ نعم. نتوقف عن الذهاب؟ نحن أصدقاء لتارو، ولن نهجره أبدا. سأتخلص من هذه النسور. وبعد مدة استطاع الاثنان أن يكونا صداقة مع القرود جميعا. وذات يوم صغير هذه المرة. هذه الأم فقدت صغيرها، وتارو فقد أمه. القرود مسكينة. نسر جشع. كل شيء على ما يرام لو أصبح تارو ابنا لهذه الأم. ولكن تارو لن ينسى أمه الحقيقية، والأم الحقيقية سوف تحن لصغيرها الحقيقي. هذا صحيح، فأمنا تحبنا أكثر من أي أطفال آخرين، أليس كذلك؟ صحيح، سأظل أحب تارو مثل أمه. سأعتني بتارو قدر ما أستطيع، أعدك يا هناء. ذهبت جميع القرود تبحث عن الطعام، ولكن تارو والأم التي فقدت صغيرها بقيا هناك، يخيم الحزن عليهما.
في تلك اللحظة وقفت الأم التي فقدت صغيرها تقاتل بشجاعة الكلاب البرية التي هجمتها. إني سعيد بسلامتكما. آسفة يا أبي. لا تبكيا، تارو بأمان أيضا. نعم، شكرا لك يا أبي. لقد كانت شجاعة كبيرة من الأم أن تنقذ تارو. لقد أخذ النسر صغيرها أيضا. إن تارو يبدو كابنها الآن، وهي تبدو مثل أم له. نعم، أرجو أن يعيش الاثنان بسعادة. وسنكون نحن سعداء. تارو. كل شيء على ما يرام. لن يشعر بالوحدة الآن، سوف يكونان معاً. نعم، ولكن أمكما قد تشعر بالوحدة الآن. لنذهب. نعم. وهكذا عاش الاثنان، الصغير الذي فقد أمه والأم التي فقدت صغيرها، كأم وصغيرها بسعادة غامرة، وعاشا مع بقية القرون في تلك الجزيرة. Mm-hmm.